السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد المدهوم من قناتنا. درسنا اليوم هو تكلمنا عنه من سابق، تكلمنا عنه هو الأفعال الشاذة. الأفعال الشاذة أعطيكم بس شرح بسيط عن الأفعال الشاذة قبل ما يبدأ، عشان اللي يشوف الفيديو هذا ما يشوف الفيديو اللي قبله فيكون عارف إيش هي الأفعال الشاذة. الأفعال الشاذة سميت بالأفعال الشاذة لأنها لا تتبع أي قاعدة، إنها تختلف من مضارع لماضي، من ماضي لمضارع لماضي، من ماضي لتصريف. يعني هنا عندك كاتش، عندنا هنا كاتش كوت، هذه في أخطاء هنا راح أعدلكم إياها، أنا غلطان عليها، أنا آسف. جي اتش تي كاتش، الماضي منها كات، والتصريف برضو كات. خير، بس أعدل الأخطاء غير مقصودة. ونفس الشيء باي، بوت بوت. بوت، وهذه كمان خطأ. تمام، هذه هي الأفعال الشاذة. الأفعال الشاذة سمت بالأفعال الشاذة زي ما قلنا سابقا، إنها بتختلف من مضارع لماضي ومن ماضي لتصريف، وممكن تختلف من مضارع ماضي تكون متشابهة مضارع ماضي وتختلف في التصريف، والعكس كمان. وفي ممكن تبقى زي ما هي، زي ما هي في المضارع وفي الماضي وفي التصريف زي ما هي، زي الأفعال اللي الحين أقرأها، زي الفعل هيت أو سيت، بوت وهيرت وسيت وشات وهيت، كل هذه أفعال شاذة تبغى تكتبها كما هي في الماضي في التصريف الثالث، بس بتغير المعنى. ممكن يسألني حد ويقول لي كيف نفرق ما بين المضارع والتصريف، المضارع والماضي والتصريف. أقول له التصريف الثالث دائما بيجي قبله حاذ، الفعل المضارع بيجي قبله دائما فعل كينونة أو فعل، أو بيجي قبله أفعال معينة حتى ما يجي فعل مضارع. أما فعل التصريف الثالث بيجي دائما قبله هاف أو هاز. الماضي بيكون معروف ماضي، منه بيكون فيه أفعال كينونة في الجملة في صيغة الماضي، فبتعرف إنه فعل في صيغة الماضي. طيب نبدأ بأول فعل شاذ معانا، باي باي، يشتري، باي بوت بوت. هنبدأ بالشرح كالآتي، هنذكر فعل المضارع، بعدين نذكر الفعل الماضي والتصريف، بعدين نذكر معنى للفعل المضارع. طبعا وانتو معاني الماضي والتصريف يعني بتعرفوها تلقائيا من سماع معنى فعل المضارع. نبدأ: buy bought bought، يشتري catch caught caught، يمسك أو يلتقط fight fought fought fight fought fought، يقاتل أو يتشاجر think thought thought، يفكر أو يظن أو يعتقد become became become، يصبح come came come، يأتي drink drunk drunk، يشرب stick stuck stuck، يلتصق strike struck struck، يضرب broadcast broadcast broadcast، يذيع. لاحظ ان الفعل هذا يبقى كما هو مضارع وماضي وتصريف ثالث، يبقى في نفس الوضع حقه، نفس الكتابة، نفس السبيلينج، وهذه الشذوذ انه يبقى كما هو، ما يضيف ما 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 يتحول لفعل ماضي او تصريف بالقاعده اي دي، او قاعده تحويل الفعل الماضي مضارع لماضي اللي احنا كنا عارفينها، اللي هي قاعده الاي دي، الاي اي دي والاي دي والدي، طبعا حسب نهايه الجمله.
إن شاء الله في درس، أنا أظن في درس سابق شرحت كيفية تحويل الفعل المضارع إلى الماضي، إذا دورتوا عليه راح تلقوه في اليوتيوب، أو اشترك في قناتي ودور عليه، دور عليه في فيديوهاتي من قبل خلال الفيديوهات راح تلاقيه. ندخل الفعل اللي بعده burst، مضارع burst ماضي، burst ينفجر، cost 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 يكلف، cut 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 يقطع أو يجرح أو يقص، hit 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 يصطدم أو يصدم، hurt 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 يجرح أو يتأذى أو يؤذي، but 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 يضع، set 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 ينشئ أو يقيم، طبعا يشيء ينقم في الكمبيوتر مو في ينشئ، مو مثلا يقيم في مكان يسكن فيه، لا يقيم أو ينشئ على كمبيوتر، على برنامج، على أساسات، على هذه الأشياء مثلا. shut 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 معناها يغلق، يغلق معناها. بس كذا وتكون وصلنا لنهاية الفعل، أتمنى يكون عجبك الفيديو، أتمنى إذا عجبك الفيديو تسوي لايك يعجبني أو سبسكرايب اشتراك في القناة علشان تحصل على فيديوهات كل، عشان يصلك كل جديد من فيديوهاتنا التعليمية. أنت مجرد ما تشترك في القناة راح توصل لأكبر مجموعة فيديوهات تعليمية في الإنجليزية، تعليمية إنجليزية على اليوتيوب على قناتي. كل شيء مشروح عندي، قواعد اشرحها، الافعال الشاذة اشرحها، الافعال المركبة، ادوات ربط الجمل، الافعال الشاذة، ادوات ربط الجمل مع الشرح، حروف الجر، كل هذه مشروحة في فيديوهاتي. اتمنى يكون هذا الفيديو افادكم ونال اعجابكم، وعلى فيديو قادم ان شاء الله.